إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، في سؤال كذا شاطح شوية، أحدا هنا لازم نوقف صح يا نعم سم أحدا وين في أي حاجة عندنا؟ لا عشان الفلسفة اللي قبل شوية سامي شيخ شكس كنت كان يسألني عن شيء وجاوبته. طيب خلاص انتوا تتفاهموا بعد النقرة. طيب لكن الميم هذه ايش شكل تعب مرة ثانية؟ والله هذه ما ادري انا اقول لك لحظة طيب انا اقولها لحظة خليه يمكن عشان ما نكمل مع الآية مع الصورة الثانية. الميم هذه علامة وقف؟ لا ما هي حقة وقف، حقة ايش؟ ادغام. لو كملت مع الصورة اللي بعدها اللي هي حرف لا اسف بعباده ربي ايش اتوقع انا الصوره اللي بعدها اي نعم احدا بسم الله الرحمن الرحيم احدا بسم الله ايش الحكم هذا قلب او قلب قلب نعم الله يفتح عليك هذه اول مره الجواب هذه اول مره تمر علي والله بيذا الجواب هذه اول مره تمر علي انا قلت لك قلب حط الميم لانه هذا تنوين اتى بعده ايش حرف باء انا الباء بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا شيخ انا هل هذا دليل على انه البسمله في بدايه السوره تعتبر ايه بدايه السور؟ هو طبعا يعني هذا موضوع في خلاف لكن الصحيح انها ليست ايه في بدايه السور الا طبعا على خلاف في الفاتحه. في الفاتحه متفق على انها سبع ايات واسمها السبع المثاني، فمن يعد البسمله ايه لا يعد صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نعم يعدها كلها آية واحدة، واللي ما يعد البسملة يعد صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب بداية آية الآية السابعة. هي ما هي آية في أول السورة في أول مريم، لكن لما تقرأ لازم تبسمل في أول السورة صح، فلذلك صار كأنه يعني حكم واضح يعني تنوين بعد وباء. بس انا قصدي الان كمثال يعني معلش أمة المساجد اذا قريوها في صلاه التراويح مثلا لازم يبسمل جهرا جهرا سرا، هذا موضوع ثاني. احنا شباب في الصلاه تسمعوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا انا احيانا اسمعها في السر بعض الائمه بعضهم. طيب التراويح هو اذا ما قرا بسم الله الرحمن الرحيم وكان يعتقد انها ايه من الفاتحه صلاته ما تصح، لانه اسقط ايه من الفاتحه، ولا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب صح؟ صحيح. اذا كان يعتقد انها ايه فهو يقرا البسمله قطعا، لكن هل يقراها سرا ولا جهرا يختلفون، هذا موضوع ثاني. احنا تعودنا انه ما نسمع البسمله في بعض البلدان يعني وبعض المذاهب لازم عندهم لازم لا في حتى في السعوديه ها حتى في السعوديه حتى في السعوديه بس الاغلب ما لا اغلب يقول الاغلب ما يجهرون بها ويقرا بالفاتحه كامله. نعم بس بدون الجهر بالبسمله الا اقول الاغلب أكبر بدون الجهر بالبسمله، لكن بعض الناس يجهر بالبسمله هو المتعارف عليه بسم الله ما توقع لكن والي ولا شواذ الله يعطيك العافيه الله يعافيك العافيه تفضل يا استاذ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم
يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الله يفتح عليك. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله يفتح عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حسبك الله يفتح عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. حسبك الله يفتح عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. عيدها شوية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. حسبك الله يفتح عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الكاف إيش عليها؟ يشرك عليها سكون سكنها. لا يشرك كيف لا يشرك؟ ايوه. ولا يشرك بعبادة ربه احدا. طيب عملا صالحا ايش هو هذا؟ والله ما ادري. تنوين اتى بعده لايش؟ حرف الصاد. صاد من أي مجموعة؟ الإخفاء. الإخفاء الحقيقي. الله يفتح عليك. آية 104 إيش بها؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون. لا عفوا
الآية 105 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه في العلامة اللي بين ولقائه فحبطت اللي بعد الهاء اي نعم ايش هذه انا ما ادري ايش هذه هذه ياء هذه ياء ليش يحطون الياء هذه لانه بآيات ربهم الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه شوف نتيجة اشباع كسرة الهاء تولدت ايش حرف الياء ياء فلو كان عندنا همزة فلو كان عندنا همزة بعدها بدل الفاء في فحبطت لو كان همزة يصبح هذا مد ايش نوعه همزة يطلع همزة متصل لا منفصل لا منفصل منفصل اي نعم شايف كيف مع انه هاء هي لكن من فين جاء حرف المد من اشباع الحركة حقت الهاء جميل. سواء واو او ياء واضحة يعني هي حركة هي حركة اشباع ولا حرفة ياء حرف ياء هو اصلا حركة لكنها مشبعة فصارت ياء جميل واحيانا تكون واو يرسموا لك واو صغيرة كذا موجودة عندنا شوف في آية 96 حتى إذا جعله نارا شفتها؟ إذا جعله نارا أي نعم صحيح شفت الواو؟ نعم نعم بس بجيب لك موضع يكون في بعده همزة برضو آية 88 فله جزاء الحسنى برضو واو لكن أحيانا يكون فيه همزة فيصبح مد منفصل وضحت الفكرة ها؟ وضحت يا شيخ وضحت إن شاء الله تفضل يا شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الله يفتح عليك جزاك الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا فلا نقيم لهم نقيم لهم إيش الحكم هذا ميم بعدها لام إخفاء شايف الميم إيه إيش بعدها حرف اللام طيب ايش الحكم هذا اظهار اظهار ايش شفوي ولا حلقي لا شفوي اظهار شفوي لانها ميم صح هو متأكد انه فيها مطب بس هو مو قادر يكتشفه لا لا عارف متأكد هو فلا نقيم مو ايش حركة الميم يا رجل شوف الميم ايش حركة عليها ضمة طيب داخلة معانا في احكام الميم الساكنة لا لانها ما هي ساكنة يعني السؤال بلفة يعني هو السؤال فيه لفة شوية هي انت ما صدت اللفات انا قصدي ايش بس يعني خلي انتباهك على انه الميم لازم تكون ساكنة وضحت 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 المشكلة كل يوم اللفة هذه وكل يوم طيب موفق ان شاء الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم